السلام عليكم. طبعا انتم تعرفون هذه بنتي البارة اللي قد عرفتكم عليها من اول، اللي يقول ما في ابر منها، كل ما قلت لها شيء قالت تم. اليوم لازم ننظف بنيتنا عاد ما نخليها غابة تنراب مرة. نحتاج اول شيء خل زي كذا، هنا شوفوا هنا خل وفيري وموية، وأجيبها هذه، شفتوا هذه، وأغسل الجوانب. شفتوا الجوانب هذه؟ لازم تنظيف. أنا أحاول إني ما أحط فيها أي شيء في أكل، أي شيء في أكل. شفتوا من هنا؟ لازم تنظيف. خليني أوريكم. شفتوا؟ خليني أوريكم. لازم تنظيف. تعال سيمبا. تنظفون هنا الحواف هذه، تفركونها فرق. يلا تعالي شوفوا هنا، هذا لازم يتطفل على كل شيء. نفرك الحواف اللي هنا، اللي هنا، شوفوا نفرك. أنا ما أحب الليفة، أحس إنها تخرب. بعدين نجيب منديل ونمسحها. اللي هو واضح ولا لا؟ نمسح بالمنديل الحواف زين ما زين. شفتوا؟ إذا مسحناها خلاص. ما أدري هي واضحة الغسالة ولا لا. نفتحها هنا. شوفوا أهم شيء في التنظيف، خلني لازم أمسك الجوال. أهم شيء في التنظيف إنكم تحطون تشيلون بقايا الأكل، يعني اللي في الصحون. ما أقولكم اغسلوها، وأنت تشيلينها من السفرة امسحيها بمنديل. طبعاً عشان نغسله، أسفة على المناظر، يعني هو ينفك هنا، شفتوا الزرار هنا، اثنين ينضغطون تشيلونه. شوفوا هنا عشان ما تشوفون، هذا نغسله برضه، نغسله إذا أنت نظيفة ما يصير في وسخ كثير. ونرجع نفس ما كان. حطها ونعود نحط هذه في هنا ونفكها. عشان نعبيه لازم نحط القمع هذا. أخذ شفت القمع هذا نحطه. بعدين نصب الملح. الملح شوفوا هذا، شوفوا هذا الملح حقها. مو تصبوا ملح طبخكم ولا نفخكم ولا شيء. إذا أنت نظيفة ما يحتاج، والله إذا ما تشغلين أنت عاد كثير كثير، يمكن كل ثلاثة شهور تحطين الملح. أنا من زمان ما حطيت الملح.
إذا الغسالة نظيفة جديدة وأول مرة أنت شاريتها وتحطين فيها الملح لازم تزيدينها كاس موية. نشيل القمع ونسكر. أوريكم المشرفين على شغلي. الحين عاد وقت تنظيفها وشلون ننظفها. خليني أوريكم كيف. هذا مرة كل شو اسمه هذا مرة تحطونه كل 4 شهور 3 شهور بس ينظف الغسالة. هذا ميزته بس ينظف الغسالة. تلقونه في التسوق الذكي ب11 ريال. أنا كنت أخذه خذيته اليوم من دنيا الأسعار ب16 ريال 16. وبرضو في بندا وما بندا ب35 والدانوب يعني أسعارها عالية. لكن في دنيا ونفسه ترى أصلي كله في مكان في دنيا الأسعار 16 والتسوق الذكي خذيتها ب11. عاد ندري عاد أسعارهم تغيرت ولا لا. بس وش تسوين عشان تحطونه؟ بس تشيلون هذا اللي هنا شوفوا تفكون بس هذا تفكون عفوا تفكون الغطاء اللي هنا تفكونها. هذا ينفك بس بعدين وهنا نجيب هذا فينش. هذا اللي ينظف لكم المواسير يخلون عمرها تعيش معكم اكثر. نحطه بس كذا ونسكر الغسالة. شوفوا هنا في مادة شمعية لازم تكون درجة حرارة الغسالة مرتفعة. يعني تحطون على برنامج 4 يكون كويس. تحطينها كذا تثبتينها وتخلينها. هذه تنظف لك المواسير حقت الغسالة عشان تعيش معك أكثر من الأملاح والتسربات والدهون والزيوت وكل شيء. تسكرينها بس يا طويلة العمر. وها وحطيها نشغلها على برنامج 4 عشان درجة الحرارة تذوب المادة الشمعية اللي فيها. وبس خليها تشتغل خلاص. إذا فتحتوا وخلصت الغسالة تلقون العلبة فاضية وتكون الغسالة نظيفة خلاص تغسلين فيها ثانية وبس. والله أي استفسار قولوا لي إن شاء الله أنا أفيدكم. المشرف معنا سيمبا مشرف غسالات سامسونج وإل جي والإلكترو وكل شيء أبد. هذا المهندس حقنا وأنا المشرفة خلاص. أوكي وقلها تعلمين لأنه هو مخبر سري. تعال وشو ها وشو وش فيك؟ بسم الله عليك نروح ننوم. يلا كو يلا يربي يربي.